يقول البيش مرقه: منعنا تقدما للجيش العراقي صوب منطقة تضم حقلا للغاز تقع بين ناحية قادر كرم وقضاء طوس خرماتو وأجبرنا القوة على الانسحاب. فوق كل هذا القهر أجبرنا القوة على الانسحاب. خوش يعني سحبين من سحبين احنا. يقول عباس بلو هاتس، يقول اكثر من 2000 تعليق، ماكو واحد قدر يحكي على الاكراد. لو الحشد مسويها كان كلها قالت ميليشيات ايران احتلت العراق. اما علي الغزي يقول زحمه يا قوات البيش مرقة تصرحونيش تصريح، ترى انتم جزء من الجيش العراقي، اتعلموا عمي على الحكومة المركزية التعامل بحزم امام هيش تصريح لكي لا يتم التطاول لاحقا على الجيش العراقي البطل. ارفع حجمكم البيش مرقة، هو كاتب هيك منفصلة. اوس 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 مراد يقول يذكر ان رواتب البيش مرقة من الحكومة العراقية اللي جيشها يطرد البيش مرقة، موش بلد ضيم قهر مآسي. يابه يا جماعة الخير، شاهي السيادة شنو؟ وين؟ ليش؟ شنو السبب؟ هيك جاي يصير بينا؟ السيادة، جماعة السيادة اللي يحكون بالسيادة، اللي كاتلين نفسهم على السيادة، وين السيادة؟ على الجيش العراقي ورئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أن يكون أو أن يكونوا أكثر حزما وضبط هذه التصريحات، لأنها ما بدي أحكيها بالفصحى، لأن عيب علينا يتصرح هيك تصريح على الجيش العراقي أجبر على الانسحاب بأرضه. عمي ما صار هاي قبل، والله العظيم أنجبر على الانسحاب بأرضي، أرد أسوي لي نقطة تفتيش بقاعي وبأرضي ما أقدر. حلو والله حلو، الله بالخير. هاي الرسالة لكم.